استغراب أبناء حي العروبة الثانية بالديوانية مركز محافظة القادسية الذين عبروا بدورهم عن فرحتهم بتبليط شارعهم المسمى شارع إكساء، واستقدموا فرقة موسيقية ليرقص أفرادها أمام سكان الحي الذين رقصوا أيضا. نعم، حدث هذا فلا تستغربوا، في خطوة عدها متابعون بأنها رسالة تؤكد غياب الإنجازات وتواصل الإهمال الذي تواجهه المحافظات كافة من قبل الحكومة الحالية. لنشاهد جانبا من احتفالات أهالي العروبة الثانية. هاي مناسبة تبليط الشارع بعد عناء طويل.